ونتجه الآن إلى حائل المحطة التي تسبق انطلاق المرحلة السابعة، وهي أيضا يعني كانت بالنسبة للمتسابقين يوم راحة بعد نهاية المرحلة السادسة، حيث ينضم إلينا من هناك سائق الراليات السعودي طارق الرماح، سائق من فئة الشاحنات الثقيلة. أهلا بك كابتن طارق، سعيدين لوجودك معنا، نشكرك أيضا لاستجابتك لدعوة العربية. في البداية يعني كيف كان هذا اليوم، يوم الراحة بعد المراحل الست وأيضا قبل انطلاق المرحلة السابعة كابتن طارق؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، شكرا للقناة العربية على استضافة في قناة الاستوديو القناة العربية التي حاضرة في جميع الأحداث الرياضية والعالمية. طبعا اليوم من البابواك أو القرية المتحركة في رالي دكار 2021، اليوم الراحة استعدادا للمرحلة القادمة الماراثونية والتي سوف تكون من حائل إلى سكاكا تقريبا ب 737 كيلو تقريبا، ومرحلة الخاصة تكون 435، وحنا طبعا جاهزين إن شاء الله وعلى فئة الشاحنات مشاركين من طراز زمان، وإن شاء الله هذا واجب وطني علينا حنا نشارك في هذا الحدث العالمي الكبير، وإن شاء الله نقدم يعني نتيجة مشرفة للوطن. جيد طارق، يعني أنت تشارك في الرالي في السعودية للمرة الثانية، أقصد رالي دكار، لكن أنت لك تجارب سابقة في رالي دكار، لكن كيف ترى تنظيم السعودية لهذه المسابقة في ظل الأزمة الحالية وهي أزمة كورونا، كيف تقيم هذه التجربة؟ والله تجربة جدا جميلة، أنا أحب أشكر الجهات أو السلطات السعودية ووزارة الصحة ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات على إقامة هذا الحدث يعني العالم الكبير، رغم جميع الظروف والتحديات اللي مرينا عليها من كوفيد 19 وفيروس كورونا، على بالرغم من هذه الظروف يعني الحمد لله المملكة قادرة على استضافة جميع الأحداث الرياضية، ومن هنا دكار 2021، وإن شاء الله يعني حنا يعني مع الجهود وتضافر الجهود مع جميع السلطات والمتسابقين واتباع جميع البروتوكولات الصحية قادرين إن شاء الله على إقامة هذا الحدث والمنافسة فيه مع جميع المتسابقين العالميين. جيد، يعني فئة الشاحنات الثقيلة التي أنت من يعني متسابقيها، كيف كانت المنافسة فيها طارق؟ كيف أيضا تقيم صعوبتها بالنسبة لفريقك؟ طبعا يعني رالي دكار بحد ذاته تحدي كبير، فاحنا اخذنا التحدي هذا بتحدي ثاني اللي هو فئه الشاحنات. انا يعني خبرتي يعني السابقه كانت في فئه السيارات، بس الحمد لله اخذنا في خلال فتره وجيزه جاني عرض من فريق فرنسي للانضمام لهم او مع الفريق حقهم على فئه الشاحنات، فقبلنا هذا التحدي واخذنا الرخص اللازمه المتطلبه للاتحاد الدولي للسيارات، فالحمد لله يعني قدرنا خلال فتره وجيزه نشارك على فئه الشاحنات على السنه الثانيه التوالي. جيد، وطبعا يعني فئه الشاحنات جدا صعبه يعني مو مثل السيارات. جيد، انا كنت ابغى اسالك عن الشاحنات، يعني لما المتسابق يقرر ان يقتحم هذا العالم، عالم الشاحنات، يعني احنا نعرف الشاحنات في الطرق هي سيارات بطيئه، احيانا تكون سيارات حتى مزعجه في الطرق مع يعني مع اختلاف اهدافها، ولكن وين المتعة لما تقود شاحنة ثقيلة؟ وأيضا ما الذي يختلف بين السيارات تستخدمونها والشاحنات التي نشاهدها؟ إذا كان ممكن تعطينا معلومة كابتن طارق. نعم طبعا يعني الشاحنات يعني زي ما احنا نعرف يعني في الطرق يعني زي ما تفضلت جدا ثقيله وبطيئه، بس يعني الشاحنات احنا نقودها من نوع ثاني مجهزه في اوروبا بتجهيز كامل مطابق للاتحاد الدولي للسيارات اللي يفرض علينا هالشيء هذا. طبعا يعني المحركات تختلف، التجهيز الداخلي يختلف، تجهيز السلام يختلف، جميع التجهيزات تختلف، وحنا يعني بحسب المهارات اللي عندنا يعني نقدر احنا نستطيع ان نقود هذا الشاحنه بالطرق الوعره والرمليه والنفود على قولتهم. جيد، الان انتم تستعدون لانطلاق المرحله السابعه من حائل حتى سكاكا، هل هناك اختلاف عن بهذه المرحله عن المراحل السابقه؟
نعم المرحلة الماراثونية قادمة اللي هي المرحلة السابعة تقريبا، المرحلة الخاصة زي ما نقول على مسافة تقريبا 435 أو 34 كيلو، مرحلة طويلة، مرحلة ماراثونية لا يسمح للمتسابقين الاستفادة من الصيانة أو الخدمات المساندة. طبعا هذا تحدي الملاح والسائق، يعني لازم يكون عندهم مهارات معينة ميكانيكية، لو صار عندهم عطل أو معينة أو في المحركات ولا شيء، أو مثلا ثقة في الإطارات، يكون يستفيدون من المهارات اللي عندهم. جيد، وعسى عندك، هذه هي التحدي الكبير للسائق والملاح. وعسى عندك مهارة أنت والملاح اللي معك طارق، يعني لو تعطلت السيارة لا سمح الله في هالمشوار. طبعا ميزة الشاحنة يعني فيها ثلاثة ركاب، اللي هو السائق والملاح والميكانيكي. الميكانيكي طبعا يعني يساعدنا في الأمور الميكانيكية وهذه، فهذه ممكن ميزة ممكن نستفيد منها أكثر من السيارات. جيد طارق، يعني الآن وأنتم تشاركون وأنت أيضا تمثل واحد من يعني من السائقين اللي يمثلون السعودية في هذا السباق وهذه البطولة الكبرى، متى برأيك من الممكن أن نشاهد بطل سعودي يتصدر هذا السباق؟ والله مع الدعم اللامحدود من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الشباب، يعني الدعم لا محدود جدا، ومن هيئة وزارة الرياضة ومن الاتحاد السعودي للسيارات، يعني في دعم لا محدود صراحة، نشكرهم على الدعم هذا، وإن شاء الله يعني مع التطور الرياضة هذه والمملكة العربية السعودية تعيش طفرة في جميع النواحي ومنها الناحية الرياضية. فالحمد لله يعني في دعم من الحكومة الرشيدة وحنا نشكرها على الشيء هذا، وإن شاء الله حنا بإذن الله خلال فترة وجيزة نشوف أبطال إن شاء الله. جيد، يعني نتمنى لكم التوفيق وايضا يعني كل الاماني لكم بالوصول سالمين وانهاء هذا السباق بخير. طارق الرماح السائق السعودي من حائل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.